يلعبون من الخلف ومن يسجل الهدف الاول. اذا صاحب العشرين سنة كانت له كلمة الخلاص عن طريق التسديدة الاخيرة والهدف الذي سجل بعد تهجمة روض بها الكرة بطريقة جميلة الحواصي وفتح ممرا جميلا مرر من خلاله كرة لبوبلي اندرسون الذي سدد تسديدة قوية لتدخل شباك الحارس العلوش. نتابع الإعادة، اندرسون يسجل الهدف الأول في المقابلة، هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء هنا من بوبلي اندرسون صاحب العشرين سنة لاعب منتخب الكوت ديفوار لأقل من 23 سنة.